برنامج لكل زمان ومكان يأتيكم برعاية إنتربال، الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من لكل زمان ومكان. وإنك لعلى خلق عظيم، وصف من الله عز وجل لحبيبه المصطفى للتأكيد على رسالة هذه الأمة في محاسن الأخلاق. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم مهمته الرئيسية بالقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فما هي مكارم الأخلاق؟ وكيف نرتقي بها؟ وكيف يمكن لأيام رمضان أن تكون دورة تدريبية تثقيفية توعوية في مكارم الأخلاق؟ هذا الموضوع أناقشه مع فضيلة الشيخ الدكتور حسين حلاوة، الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وهو معي من دبلن. فضيلة الشيخ حسين، نرحب بك في هذه الحلقة من لكل زمان ومكان. ما مكانة الأخلاق في ديننا الحنيف؟ وعندما يصف الله سبحانه وتعالى حبيبه بأنه على خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم، ما الذي يجسد في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلك الأخلاق؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، سيدي سيد الأولين والآخرين ورحمة الله العالمين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحييك أخي الحبيب الأستاذ جمال، وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى، ونستحث الهمم، فها هي الأيام المباركات ترحل سراعا، وها هي الليالي الطيبة تمر وما بقي إلا سويعات، ويعني ينتهي رمضان، فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ما هي إلا سويعات. يعلم الله سبحانه وتعالى يعني من منا الذي أعتق الله رقبته من النار، من منا الذي قبل الله منه صيامه وقيامه. فعلينا بالجد والدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وعدم تضيع ما بقي من رمضان في طعام وشراب كثير، ولا في يعني المسلسلات ولا في الحلقات ولا إلى آخره. وعلينا أن نتفرغ لله سبحانه وتعالى إلا ما جاء من عمل مهم كالأعمال يعني المدنية وشيء من هذا القبيل. أما ما سألت عنه أخي الحبيب، فإن الله جل في علاه حينما أراد أن يصف حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في منزلته وقربه من ربه جل وعلا، قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. لأن الأخلاق في الإسلام يا سيدي ليست أمرا ثانويا، وليست أمرا نابع فقط من البيئة التي يعيشها الإنسان، وليست من العادات والتقاليد. الأخلاق في الإسلام دين، الأخلاق في الإسلام دين. من لا خلق له، كما قال صلى الله عليه وسلم، من لا خلق له لا دين له. لذلك إذا قلنا بأن الإسلام يقوم على دعائم أربع، فإن الأخلاق إحدى هذه الدعائم. الدعامة الأولى العقائد، يقوم عليها الإسلام، تصحيح العقيدة الصافية لتوحيد الله جل وعلا، والبعد عن الشرك، والبعد عن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشبيه، عن الند، عن المثيل. القاعدة أو العمود الثاني العبادة، العبادة الصحيحة لله سبحانه وتعالى. العمود الثالث المعاملات مع الناس جميعا. يأتي العمود الرابع الأخلاق، وبعض الناس يجعلون، بعض العلماء يجعلون عمود الأخلاق هذا إلى جوار عمود العقيدة، فهو قبل العبادة وقبل المعاملة. لأن كما ذكرت لحضرتك بأن الإسلام جعل الأخلاق دين،
جعل الأخلاق دي، لذلك ربطها بالعقيدة، ربطها بالعبادة، ربطها بالمعاملة. فالأخلاق عندنا يعني هي جزء أساسي من يعني. ولكن كيف نصحح الفهم أن هذه ليست من الضرورات؟ عندما شرح الفقهاء تصنيف الضرورات الخمس وضعوا الأخلاق خارج الضرورات، كيف يفهم الإنسان أن هذا لا يعني بأن الإسلام لا يحض على الأخلاق في مسألة الفقه تحديدا؟ لا، الأخلاق هي التي تضبط هذه الضرورات كلها، الأخلاق هي التي. ولذلك الإنسان إذا ليس عنده أخلاق فهذه الضرورات الخمس هي منسلخة منه. الضرورات الخمس هو يعني بعيدة عن تعاملاته الصحيحة. فالأخلاق هي الموجهة وهي الحافظة وهي يعني المصححة لأي انحراف يأتي للمساس بهذه الضرورات. وكيف نفهم الصون؟ لأن مقاصد الشريعة عند أهل المقاصد حفظ الضرورات، ضمان الحاجيات، وصون التحسينات، يعني كيف يتكامل أو تتكامل دورة المقاصد هذه مع بعضها البعض؟ هذه الدورة يا سيدي تتكامل بأن الضروريات هذه إذا لم تحكمها الأخلاق فلا شك ستكون. أني أنا لا أعرف ضرورتك وأنت لا تعرف ضرورتي. أنا صاحب الضرورة، حينما مثلا أقول أنا لا أجد طعاما وألتجئ إلى أكل الميتة، أو لا أجد شرابا وألتجئ، الذي يعني يحدد هذا المسار هو هي الأخلاق. الإنسان عندما يكون عنده أخلاق سيعرف كيف يضبط نفسه ولا ينحرف في مسار الضرورة ليحولها إلى عادة أو يحولها إلى شيء يعني يشبع شهوته ويشبع نهمه في يعني في التعاطي مع الضرورة. نعم. أو التعاطي مع الحاجة أو التحسينات. الرسول عندما يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني أين هو التتميم؟ وهل يعني هذا بأن كل ما كان لدى العرب أخلاق ولكن تحتاج إلى زيادة، أم أن هناك أخلاق فاسدة كما نعلم في الجاهلية كانت تحتاج إلى نسف بالكامل وتغيير؟ هذا من حسن يعني خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم نفسه، هذا من حسن يعني أسلوبه صلى الله عليه وسلم في الدعوة، هذا من حسن حكمه على الأشياء. فهو لا ينفي بحال من الأحوال أن العرب عندهم من الأخلاق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في المدينة لقد شهدت بمكة، ويعني أيام الجاهلية، حلفا لو دعيت إليه في الإسلام لقبلت، مع أن الحلف هذا كان حلفا جاهليا لكنه كان يقوم على أساس الأخلاق، كان يقوم على حفظ الجوار، كان يقوم على صيانة النفس، كان يقوم على نصرة المظلوم إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى مثلي في الإسلام لا أجبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعترف أن العرب كانت عندهم أخلاق، لأن كانت عندهم كرم الضيافة معلوم عندهم، كان عندهم نصرة المظلوم والملهوف معلوم عندهم، كان عند العرب أخلاق حسنة كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام بأدبه الجم بأبي هو وأمي، بحسن أسلوبه في دعوته للناس، يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأن لا شك العرب كانت عندهم أخلاق فاضلة، لكن كانت عندهم بعض من مساحات الجاهلية مثل التعصب الأعمى للقبيلة أو التعصب للعرق أو إلى آخره، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما تنازع شبان من الأنصار أحدهما والآخر من المهاجرين، ودعا هذا قال يا للأنصار وهذا قال يا للمهاجرين، قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا، عند العرب بعض من الأخلاق لا شك التي لا تناسب الإسلام، لذلك النبي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هو يعترف أن ثمة أخلاق طيبة، يعترف أن ثمة أخلاق حسنة، وأنه صلى الله عليه وسلم جاء ليتوج كمالها وليتمها
بما أفاض عليها مما جعله الإسلام في إطار المعاملات مع الأخلاق. فالإسلام يا سيدي ربط الأخلاق بالعقيدة، ربط الأخلاق بالعقيدة. وهنا هذا ما أود أن أسألك عنه فضيلة الشيخ. الآن قد يقول قائل بأن هذه الأخلاق الإنسانية العامة أصبحت قانونا في الأمم المتحدة، قوانين حقوق الإنسان التي تنص على الصدق والأمانة والحفاظ على العهود، كلها أصبحت حقوق إنسانية إلى حد ما مضمونة في كثير من دول الغرب الذي نعيش فيه هنا. السؤال هو ما الذي يتميز به الإسلام عن في هذه الحقوق، في هذه الأخلاق تحديدا؟ أنا لا شك نشجع هذا التوجه لدى الأمم المتحدة، ويعني نقف إلى جواره، لكن شتان بين توجه هذا التوجه وبين منزلة الأخلاق في الإسلام. هذا التوجه عندهم صحيح موجود، لكن لاحظ أن هذا التوجه إنما تحميه القوة، فإذا كان الأمر في صالحها فلا يعرف أخلاق ولا قيم، أما إذا كان الأمر مع الآخرين فيدعو إلى الأخلاق وإلى القيم. أما ترى أهلنا في غزة الذين يموتون جوعا؟ أما ترى أهلنا في غزة الذين يحاصرون؟ أما ترى أهلنا في غزة الذين يقتلون؟ أما ترى في مينمار الروهينجا كيف يعمل بهم؟ ماذا ترى في يعني في كل مكان حيثما يممت وجهك؟ هؤلاء الضعفاء والمساكين الذين يبادون، الذين يقتلون. يا سيدي يا شيخ الفاضل، هؤلاء نساهم قادة العرب والمسلمين قبل أن ينساهم الغرب، الذين تشتتوا، الذين يموتون في العراء ولا يجدون ما يحميهم لا من الشمس المحرقة ولا من البرد القارس. أين الأخلاق من هذا؟ أما أنا في ديني فيا سيدي الأخلاق لا تميز بين جنس وجنس، ولا بين دين ودين، ولا بين عرق وعرق. الأخلاق عندي تعامل مع الجميع. سيدي أبو القاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما أذن له بالهجرة من مكة إلى المدينة، وجعل ابن عمه علي بن أبي طالب يبيت في فراشه. نعم بعض الناس يقولون هذا كان من باب التمويه ومن باب الأمور العسكرية التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته، لكن لا ننسى أن الهدف الأكبر من مبيت سيدنا علي بن أبي طالب في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبقائه فيه أن يرد الأمانات التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام حتى بالعرف السائد، حتى بالأخلاق الموجودة يومئذ كان بإمكاني أن يأخذ هذه الأمانات ويقول هؤلاء قد أخرجونا بالقوة من ديارنا، قد أخذوا أموال أصحابي، قد سلبوا منهم ما سلبوا، وفعلوا مع الكثير كما فعلوا مع صهيب الرومي وغيره، جئتنا صعلوقا لا مال لك، وأخذوا منه ماله وكل شيء وغيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له ليفعل ذلك، لأن الأمانة عندي تستوي حينما أتعامل مع المسلم وحينما أتعامل مع غير المسلم. لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن، انظر كيف ربط الإيمان بخلق الأمانة، لا إيمان لمن لا أمانة له. والله لا يؤمن، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. قالوا خاب وخسر يا رسول الله، من هو؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. جار من هذا يا سيدي؟ جاره الكافر، جاره المسلم، أي جار؟ جاره العاصي، جاره الفاجر، جاره الأبيض الأسود، جاره العربي الأعجمي، أي جار. لا علاقة لي بمسمى وصفة هذا الجار إلا أنه جار لي. طيب ولكن فضيلة الشيخ الآن قد يسأل سائل، كان له جار شيخ يهودي. حسين إذا كنت تسمعني،
الآن قد يسأل سائل فضيلة الشيخ بأن أين نحن من هذه الأخلاق أفرادا وجماعات؟ إذا أتينا على مستوى الجماعات وأنت تحدثت عن مآسي المسلمين وأين الغرب مثلا وأين العالم منها وأين، تجد بأن ربما تضامن الدول الغربية هو أكبر من تضامن الدول الإسلامية مع محنة وأزمة ميانمار. أما بالنسبة للأفراد فلا شك بأن هناك تضامن قلبي، تضامن وجداني وشعوري من قبل المسلمين مع محنة ميانمار، لكن لا نبالغ بأن قلنا بأن هذا فقط في الصوت، أما في الفعل فلا يوجد أي تضامن. فعن أي أخلاق إسلامية نتحدث؟ أنا أتحدث عن الأخلاق التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. لا أتحدث يا سيدي عن أفعال الناس. الناس يصيبون ويخطئون، الناس يخرجون عن الدين ويأتون إليه، الناس يفعلون أفعالا تحسب عليهم لا تحسب على الدين، وإن كان في ظاهرها يقول الناس هؤلاء هم المسلمون كما ذكرت حضرتك. لكن الذي أود أن أشير إليه بأن هذه الدول أفعالها تحسب عليها لا تحسب على الإسلام. الإسلام براء من أفعال هذه الدول، براء مما يأتون. لا يمكن أن يؤيد الإسلام أو أن يقف مع هذه الأفعال التي هي أفعال يعني أقل ما نصفها أنها أفعال خارجة عن أخلاق الإسلام، خارجة عن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا أقول لك، إذا كان عبد الله بن عمر كان له جار يهودي يسكن إلى جواره، ومع ما فعل اليهود مع الحبيب وأصحابه صلى الله عليه وسلم، لكن ما ذنب هذا الرجل الذي لم يفعل شيئا؟ كان إذا صنع أهله طعاما يسأل في كل يوم في كل لحظة: هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ هل أهديتم إليه؟ يقولون نعم فيأكل، وإذا قالوا لا فيبادر بأن يأخذ الصحن الذي أمامه ليعطيه إلى جاره اليهودي. وهكذا كان السلف، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يتعامل مع غيره، كان يتعامل مع اليهودي، كان يتعامل مع النصراني بأبي وأمي. لما جاء نصارى نجران إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تركهم النبي وأكرم ضيافتهم في المسجد، وكانت عليهم صلبانهم وكانت عليهم طقوسهم، ومكثوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أياما، ربما كانوا يصلون عباداتهم وربما يفعلوا، لكن النبي بأخلاقه العظيمة وسعهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أرأيت الصلاة حينما قال ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أرأيت الصيام لعلكم تتقون؟ أرأيت الزكاة؟ أرأيت الحج؟ إذا هذه العبادات لا تترك أثر في الإنسان لا خير فيها، يعني لأن الإنسان لم يتأثر. ما قيمة هذه العبادات إلا أنها ستصير طقوسا يؤديها الإنسان لا معنى لها. لا, 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 لا قيمة لها، لأنها لم تؤثر في حياة الإنسان. هدف العبادات أن تغير الإنسان، أن ترتقي به. هدف العبادات أن تسمو بالإنسان روحا وجسدا، خلقا، عقيدة، في كل شيء. فإذا العبادات لم تفعل ذلك فلا خير فيه. المرأة التي كانت عابدة صائمة قائمة وقال النبي هي في النار، يا رسول الله هي تعبد، قال كانت تؤذي جيرانها، كانت تؤذي جيرانها فاستحقت أن تكون في النار، لم تنفعها عباداتها. ولذلك يقول الحبيب إن صاحب الخلق الحسن لا يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم الذي لا يفطر. وهكذا المرأة التي حبست الهرة، الهرة يا سيدي القطة، المرأة حبستها حتى ماتت، وهي امرأة كانت عابدة صالحة، قال النبي هي في النار لأنها لم تطعمها ولم تتركها. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم تأكلها حشائش الأرض. لا، نحن بيننا وبين الأخلاق بون شاسع، هناك انحراف عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هناك انسلاخ من أخلاق الحبيب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه. يعني كيف نجسد فضيلة الشيخ هذه الأخلاق في عباداتنا؟ المولى عز وجل يقول قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني حتى في العبادات يجب، وأداء هذه العبادات يجب أن تكون الأخلاق حاضرة. أنت انظر إلى هذه الآية الكريمة من سورة البقرة: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع، مع أن الصدقة الإنسان مأمور بها،
في ديني، مع أن الصدقة هنا قد تشير إلى الزكاة، لأن القرآن تارة يسمي الزكاة باسم الصدقة، كما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين حينما ذكر الأصناف الذين توزع عليهم الزكاة، وحينما قال خذ من أموالهم صدقة، يعني الزكاة هنا تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم. انظر إلى الهدف السامي العظيم، هدف اجتماعي، أن يأخذ الصدقة فينتفع بها الفقير، تنتفع بها الأمة، لأن هي الأمة يعني تكون في سعيدة، لأن الفقراء ينعمون كما ينعم الأغنياء، ولكن الإنسان نفسه المزكي يستفيد، تطهرهم، تزكيهم، تسمو بهم، تطهر أموالهم، تطهر أنفسهم من الشح، من البخل، تطهر أخلاقهم، تجعلك تشعر بهذا الفقير المسكين الذي أنت تقدم له هذه الصدقة. ولكن إذا كانت الزكاة سيكون معها كبر، سيكون معها أذى، كأن يقول له مثلا خذ هذه وامشي بعيد عني، لا أريد أن أراك مرة ثانية، أنت كذا، ها؟ قال الله عز وجل، قال لنبيه ومصطفاه، قال فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. قال لحبيبي محمد سيد الأولين والآخرين، صاحب الخلق العظيم، يقول له أما السائل فلا تنهر. النبي ما نهر سائلا أبدا، لكن هو تعليم وتوجيه لنا بأبي هو وأمي. لذلك يقول الله جل في علاه قول معروف ومغفرة، يعني إذا عندك كلمة طيبة، إذا عندك دعوة حسنة أفضل تعطيها لهذا السائل، أفضل من أن تعطيه زكاة أو تعطيه صدقة ثم تمن بها عليه ثم تتبعها بأذى، بأي أذى، أيا كان، أذى معنوي أو أذى جسدي أو حسي. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. نعم فضيلة الشيخ، الآن هذه الأخلاق ألا يجب أن تكون ابتداء مع الله سبحانه وتعالى؟ يعني الصدق عندما يكون مع الله في هذه الطاعات ألا يستوجب أن يواظب الإنسان على هذه الطاعات وأن يخلص في هذه الطاعات وأن يكون هدفه خلال هذه الأيام، وخاصة نحن نصوم ونكثر من القيام فيها، أن عندما نقوم بهذه الطاعات مع الله سبحانه وتعالى ونعاهده على الاستمرار فيها أن نفي بذلك الوعد، وهذه أخلاق؟ أولا الصلوات والزكاة والحج والصيام هذه كلها عبادة بين العبد وبين الرب، وإن كان في بعضها جانب إنساني يتعلق بالمجتمع، إن كان في بعضها جانب مادي يتعلق بالمال، إن كان في بعضها جانب يعني روحي، لكن كلها ترتبط بالعبد وبالرب جل في علاه. ولذلك يعني الإنسان حينما يتخلق بالأخلاق مع الله جل وعلا في هذه العبادات، لا شك هي ستثمر في حركاته وفي أخلاقه مع الناس، حينما يكون صادقا مع الله جل وعلا في عبادته فيعبده لذاته وحده لا لشيء سواه. ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو، والحياة مريرة وليتك ترضى، والأنام غضاب، إذا الود صح منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. حينما يسمو العبد إلى هذه المنزلة العظيمة فكل ليس لي إلا أنت يا الله، بعبادتي بكل جوارحي أتوجه إليك، يكون قد ابتدأ أولى منازل الصدق، فهو بذلك لا شك سيكون بعد ذلك صادقا مع نفسه، ثم يكون صادقا مع المجتمع الذي يعيش فيه. أما إذا كان كاذبا مع الله والعياذ بالله، مخادعا لله جل وعلا، فهو الحقيقة يخادع نفسه، هو لا يخادع ربه. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، فهو كاذب مع نفسه وكاذب مع ربه، وبالتالي لن يستطيع أن يكون صادقا مع الناس بأي حال من الأحوال. لذلك في حديث الإمام البخاري الذي افتتح به كتابه الصحيح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
فضيلة الشيخ ابقى معنا، فاصل قصير نعود بعده لاستقبال اتصالاتكم حول موضوع هذه الحلقة وكافة تساؤلاتكم الفقهية، فابقوا معنا. برنامج لكل زمان ومكان يأتيكم برعاية إنتربال، الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من لكل زمان ومكان، وموضوعها الأخلاق الإسلامية، كيف نرتقي بها. أجدد التحية بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ حسين حلاوة، الأمين العام للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء. فضيلة الشيخ حسين، هذه الأخلاق عندما تكون أخلاق إسلامية، فكيف يمكن للإسلام أو كيف يمكن للمسلم أن يحولها إلى نمط سلوكي؟ كثير منا يتساءل أن هناك طباع للإنسان قد تمنعه من أن يتحلى بهذه الأخلاق، العصبية، سرعة الغضب وما إلى ذلك، فكيف يمكن للإنسان أن يهذب ما لديه من طباع لكي تكون أخلاقا إسلامية فاضلة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. علمنا الإسلام يا سيدي أن 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 نتدرب، أن نتعلم كيف نرتقي بأخلاقنا. فقال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، بمعنى أنني وإن وحتى الصبر. ولذلك قال: واصطبر، اصطبر في من إحدى معاني وأمرها لك بالصلاة واصطبر عليها، من إحدى معاني اصطبر عليها، يعني إذا الإنسان يجاهد نفسه حتى يعني يرتقي إلى هذا الخلق العظيم، خلق الصبر، وهو يدعو أهله إلى الصلاة وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. الأخلاق عندنا فيها نوع من التوازن، ما هي الأخلاق أيضا ليست يعني مبتوتة عن الإنسان الذي خلقه الله جل وعلا. بما أن الأخلاق عندنا هي وحي من الله سبحانه وتعالى، هي دين كما ذكرت لحضرتك، وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لا خلق له لا دين له، وأنها من الوحي جاءت الأمر يعني بالعفو، بالأخلاق الطيبة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إلى آخر الآيات. ويعني القرآن يعلمنا والنبي صلى الله عليه وسلم أننا نحاول أن نجاهد أنفسنا بهذه الأخلاق، يعني نتدرب ونتعلم حتى نصل إلى الأخلاق التي تجعلنا يوم القيامة من أقرباء، ليس في النسب وإنما في المكانة، من أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منزلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولذلك الصلوات خمس مرات في اليوم والليلة تدريب عملي يا سيدي، الزكاة مرة في السنة إضافة إلى الصدقات التي يخرجها الإنسان بين الحين والحين تدريب عملي يا سيدي، رحلة الصيام السنوية مع الروح مع الله جل وعلا تدريب عملي على كثير مما لم يستطع الإنسان أن يأخذه من الصلاة أو أن يأخذه من الزكاة. يأتي الصيام المدرسة الجامعة لمكارم الأخلاق، فإذا لا يستطع الإنسان في هذا ولا ذاك فتأتي رحلة الحج مرة في العمر لتضبط بعض يعني الأخلاقيات التي لم يستطع الإنسان أن يعني يتخلق بها في حياته، أو كانت عليه صعبة عسيرة، فيذهب في رحلة الحج الشاقة تعلم الصبر، يذهب في رحلة الحج يرى الناس على اختلاف أشكالهم وألوانهم تعلم كيف يتعامل مع الناس جميعا،
كيف أتعامل مع سريع الغضب، كيف أتعامل مع بطيء الغضب، كيف أتعامل مع الإنسان عالي الصوت، كيف أتعامل مع البكاء، وهكذا في رحلتي للحج يتعلم الكثير والكثير من الأخلاقيات، يتعلم البذل، يتعلم العطاء. فالعبادات الحقيقة يا سيدي هي تدريب عملي، مدرسة عملية للرقي بالأخلاق. زي ما قلنا في قبل الفاصل، إذا أنا لست صادقا مع ربي في صلاتي، إذا وقفت أنافق، فأنا لست صادقا مع الناس. التدريب العملي أن أحسن في إخلاصي لله جل وعلا، أن أتدرب كيف أكون خالصا له وحده، كيف أكون صادقا مع الله جل وعلا. هي العبادات يا سيدي هكذا تربينا. أنا لا أحد يعلم ما بداخلي وأنا أصلي لله، هل أنا أصلي له أم والعياذ بالله أشرك معه أحد؟ لا أحد يعلم حينما أصوم، هل أنا صائم حقيقة أم أنا مفطر أمام الناس؟ أكون صائما وفي الخلف أذهب إلى بيتي فآكل وأشرب وإلى آخره. هل يعلم أحد كذلك حينما خرجت قاصدا الحج أو أديت زكاة مالي؟ هذه المدرسة العملية، العبادات مدرسة عملية لتأتي بعد ذلك المعاملات. المدرسة بقى يعني خرجت من التدريب، تأتي المدرسة التطبيقية العملية في علاقاتي مع الناس. وهنا أسألك فضيلة الشيخ عن العلاقات مع الناس. المولى يصف سلوك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. البعض يسيء فهم هذا اللين والحدود التي يستطيع الإنسان أن يلين فيها للآخرين، فهل يمكن أن يكون اللين مثلا أن يجالس ممن يعصون الله سبحانه وتعالى مثلا، وفي المقابل إذا هجر هؤلاء فمتى سيدعوهم؟ وهب أن هؤلاء مثلا من صلة الأرحام، ألن يكون في هذه الحالة قاطع رحم؟ كيف نفهم اللين الذي وصف الله سبحانه وتعالى به أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك نحن كل التوازن، أنه هنا تأتي الصفة العظيمة لأخلاق الإسلام أنها صفة التوازن بين هذا وذاك، الوسطية بين هذا وذاك. فأنا هذا إنجاز التعبير، الخارج عن حدود الله، الباعد عن يعني الإسلام، الفاسق في أعماله وكذا. هذا الإنسان يا سيدي أنا مطلوب مني أن أدعوه، مطلوب مني أن أكون إلى جواره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مطلوب مني أن أبلغه هذه الآية وغيرها من الآيات التي تدعوه إلى رحاب ربي. مطلوب مني أن أكون به رفيقا في دعوته، ولكن ليس مطلوب مني أن أجالسه في هواه، أجالسه في مشربه، أجالسه في مجالس السوء وتحت زعم أنا أدعوه. لا، لأني قد يعني يضرني، قد يمسني شيء منه من الضرر فأنزلق إليه ولا أدعو أنا، بل هو الذي يدعوني إلى الهاوية التي أعيش فيها. لذلك الموازنة بين هذا وذاك هو المطلوب في التعامل في المعاملات. أنا يعني آسف، لا أتخذ خلا ولا صاحبا صديقا صافيا، ولكن لا أهجره هجرا يجعله يشعر بالقطيعة، إنما علي الوسط بين هذا وذاك. علي أن أدعوه حينما أقابله، علي أن أعامله بالحسنة، قد أقدم له هدية، قد أدعوه إلى طعام، قد أدعوه إلى أن يشرب شيئا من الشاي أو القهوة معي مثلا، قد أساعده إذا كان فقيرا محتاجا. ولذلك قال أهل العلم: من ضمن المؤلفة قلوبهم، وجه من الوجوه المؤلفة قلوبهم أناس يعني قائمون على معصية وإلى آخره. أنا أحاول أن أستميل قلوبهم فأشتري لهم بعض الأشياء، أساعدهم في بعض الأشياء حتى أجذبهم إلى الإسلام. هذه هي الصفة التي ميز الله بها أيضا الأخلاق في الإسلام عن غيرها. أنا يعني داعي إلى الله لكن عندي حدود. النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان رحيما، كان رؤوفا، كان، ولكن في نفس الوقت كان يعني شديدا في حدود الله جل وعلا. حينما جاءه
من يشفع في حد من حدود الله؟ المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يشفع؟ أسامة ابن زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالحب ابن الحب، فجاء أسامة ليشفع. النبي غضب، لأن هذه ليست من أخلاق الإسلام، غضب غضبا شديدا وأمر بلال أن يجمع الناس، وقال خطبته العظيمة التي فيها: وايم الله أيها أيمان الله، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. لأن لا محاباة، لا محاباة، هنا الأخلاق تسوي بين الجميع، تسوي بين الجميع. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعته. لكن انظر في المقابل، حينما جاءه الرجل وكان النبي قد اقترض منه يعني شيئا من المال، فقال أعطيني يا محمد، ولم يكن قد حان وقت السداد بعد، جاء قبل الأوان. ثم قال: فإنكم بنو عبد المطلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جبذه من ثيابه من عنقه، وقال: إنكم بنو عبد المطلب قوم مط. هذه يعني سب للنبي وقومه جميعا. كان سيدنا عمر واقف، فجبذه سيدنا عمر وقال: دعني يا رسول الله أقطع رقبة هذا الكافر المنافق. قال: يا عمر دعه لي. ثم أمر عمر، قال: اذهب أعطيه حقه وزده. أمره أن يعطيه الدين وأن يزيده منه، فأعطاه. ذهب سيدنا عمر وأعطاه ثم زاده، فإذا بالرجل هذا الكافر، إذا بالرجل هذا العدو للنبي صلى الله عليه وسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أنا قرأت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هذه فعلاً هذه مناسبة فضيلة الشيخ لكي نتمثل هذه الأخلاق هنا نحن في الغرب ونحن نعامل غير المسلمين. لما فضيلة الشيخ في بعض الأحيان المسلمون يتندرون فيما بينهم على الذين أسلموا بعد أن يخالفوا العهود فيقولوا حسن إسلامهم، نسبة لأن المسلمين في هذه الأيام يخالفون عهودهم ويضربون مواعيدهم، فيما أصبح احترام المواعيد هنا في الغرب سمة من الأخلاق الإنسانية الثابتة لديهم؟ أنا عندي احترام المواعيد دين، وخلف الموعد نفاق. ونحن تكلمنا في يعني من قبله في حلقة مع حضرتك في النفاق، وقلنا إن من سمات النفاق العملي، من أوصافه خلف الوعد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كنا فيه كان منافقا، قال: إذا وعد أخلف. في حديث البخاري: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، من كانت فيه خصلة من النفاق، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. الإنسان قد يستهين بخلف الوعد، ولكن انظر إلى ربنا جل وعلا يتحدث عن ذاته، وهو ليس بحاجة إلى أن يقول عن نفسه ذلك: إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. وانظر إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أخلاقه، حينما يعني يتعامل مع الناس كيف كان وفيا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني بعد مماته كيف يوصي أصحابه أن يكونوا أوفياء. لما وعد سراقة بن مالك بسوار كسرى، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي سوار كسرى وفي خلافة أبي بكر ولا في خلافة عمر، فلما كان في خلافة عمر دعا عمر وجيء بسوار كسرى، انهزم كسرى وجيشه، وجيء بسوار كسرى بين يدي عمر من الغنائم التي جيء بها. أول ما نظر عمر رضي الله عنه إلى السوار تذكر، مع أن عمر لم يكن في رحلة رسول الله من لاحظ هذا، سيدنا عمر لم يكن مرافقا للنبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة، الذي كان مرافقا له كان سيدنا أبو بكر، لكن هذا
يدلك على أنها كانت وصية لرسول الله، من رسول الله لأبي بكر، ثم من أبي بكر لعمر. فيقول أين سراقة ابن مالك؟ أين سراقة ابن مالك؟ يؤتى بسراقة يتهادى بين رجلين من كبر سنه وقد وهن عظم لا يستطيع أن يقف، فيقول له سيدنا عمر رضي الله عنه: أتذكر يا سراقة؟ سراقة كان كافرا، أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينصرف وله كذا، فصدق سراقة رسول الله يومئذ، ولم يكن سراقة مسلما، لكن أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. يقول يا سراقة: أتذكر يوم أن وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوار كسرى؟ قال: نعم، ذلك أمد بعيد، يعني زمن فات. قال: هذا سوار كسرى يا سراقة، ثم يعطيه إياه. انظر الوفاء إلى أي حد، إلى أي حد كان الوفاء في أصحابي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، نأخذ سؤال ثم نعود إن شاء الله. الأخ محمد من النرويج، تفضل. ألو، تفضل أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لي رجاء من فضيلة الشيخ، لو تكرم وخصص لنا حصة ولا حلقة حول كيفية التعامل مع المذاهب الأخرى، أقصد المذهب الشيعي بالخصوص. أنا لي صديق هنا هو شيعي من العراق وأنا من الجزائر، تعرفت عليه، والله أخلاقه يعني عالية، واحترام للمذهب السني وكل شيء. فالجماعة هنا بيعيبوا علي أني صاحبه يعني بالطريقة هذه. والأخ الأخ يعني ذو أمانة وذو أخلاق والسؤال يعني لماذا تفترض غير ذلك أصلا، ماذا يفترضون غير ذلك؟ تسمع الإجابة مباشرة يا أخي محمد، شكرا جزيلا لسؤالك. يا فضيلة الشيخ، يعني البعض أيضا يسيء فهم أنه أصحاب المذاهب الأخرى وأصحاب الأديان الأخرى نعمم، وكل الناس يفترضون أنهم أصحاب أخلاق سيئة. من أين جاء هذا الفهم؟ أنا علي أن أحسن الظن بالناس، علي أن أحسن الظن بالناس حتى أرى منهم ما يخالف ذلك، لا أن أسيء الظن. لا يكون الأصل في التعامل مع غيري إحسان الظن، كما يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من بدا لنا يعني بخير قبلنا منه. نحن لا نبحث عن النوايا، النوايا لا يعلمها إلا المطلع على القلوب علام الغيوب جل في علاه. أما أنا فعلي أن أتعامل، قلت لك إذا كان الإسلام أمرني أن أتعامل مع غير المسلم، أن أتعامل معه بالوفاء، أن أتعامل بالبر، أن أتعامل معه بالإحسان، أن أتعامل معه بالعدل، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا كان هذا مع غير المسلم المسالم، تمام، حتى مع العدو، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، بقدر ما اعتدى علي أرد الاعتداء ولكن لا أعتدي على أحد. ما بالك الذي يخالفني في الرأي، سواء كان في المذهب، سواء كان في يعني في المسألة حتى الواحدة. ما رأيك؟ الإسلام واسع الناس جميعا يا سيدي، الإسلام واسع الناس، لكن هذا الذي يخالفني في المذهب إذا كان لا يسيء إلى ثواب الدين، لا يسيء، فأنا علي أن أحسن التعامل معه، علي أن 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 أن, أن أبادله. لكن أما إذا أساء فعلي أن أحاول أن أدله على الطريق الصحيح بالحكمة والموعظة الحسنة، ليس بالسب وليس باللعن وليس بالقتل، نعم، علي أن أدله، أقول له طريقك هذا خطأ، طريقك هذا ليس من الدين الصحيح، الدين الصحيح يقول كذا وكذا وكذا وكذا. ولكن إذا اقتنع فبها ونعمت، وإذا لم يقتنع فله ما ذهب إليه ولي ما ذهبت إليه. الخلاف في الدين، قال الله بعده: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا في 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 غير الإسلام، في الخلاف المذهبي بالذات لو كانت في مسائل فقهية، لا، الإسلام يسع هذا بقى. إذا انتقلنا إلى المسائل الفقهية، الإسلام يسع الجميع،
والفقه يسعى الجميع، وكل إن شاء الله يكون مصيبا يقول قولي خطأ يعني يحتمل أن يكون صحيحا، وقول غير صحيح يحتمل أن يكون خطأ. وما اختلف فيه أقول من المسائل الفقهية، ما اختلف فيه كما قال مشايخنا وعلماؤنا جميعا، يكاد يكون إجماع بين أهل العلم جميعا، ما اختلف فيه لا إنكار فيه. أنا لا أنكر على صاحب المذهب المالكي، ولا أنكر على صاحب المذهب الشافعي، ولا على صاحب المذهب الزيدي، ولا على صاحب المذهب الحنفي، ولا على حتى صاحب الاثنى عشري في المسائل الفقهية المختلف فيها التي تحتمل الاختلاف والتي ورد فيها ذلك عن شيوخنا علمائنا. لكن إذا كان هذا يسب أصحاب رسول الله، هذه ليست مسائل فقهية مختلف فيها. إذا كان يطعن في القرآن، إذا كان يطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المبرأة بكتاب الله، هو يطعن في القرآن حقيقة، هو يعني يخادع نفسه، هو يطعن في كتاب الله. هذه ليست مسائل فقهية مختلف فيها، لا، هذه مسائل عقدية. طيب، يجب أن أوضحها له وأن أبين له أن هذا خلاف عقدي وليس خلاف فقهي. فضيلة الشيخ بعجال، الأخت أمينة تسأل على صفحة الحوار في فيسبوك، كيف نوفق بين فهمنا للآية الكريمة في سورة سبأ وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، والآية الأخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير؟ نعم، الله جل وعلا يوضح في هذه الآيات أنه في كل قوم يرسل إليهم كتبا ويرسل إليهم رسلا لينذرونهم ليعلمونهم، وإن من أمة يعني وما من أمة قبلك إلا خلا فيها نذير، هذا معناها، مش معناها غير كده، معناها وإن من أمة يعني وما من أمة قبلك إلا وفيها نذير أرسل إليهم. نعم، والله جل، ولذلك هناك من يسموا بأهل الفطرة، أهل الفطرة الذين يأتون بين يعني في انقطاع النبوة، هؤلاء عند العلماء يسمون بأهل الفطرة، لهم حكمهم في الفقه. أما الأقوام الآخرين فإن الله جل وعلا أرسل إليهم وقال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، بعض الأنبياء نحن نعرفهم الذين ذكرهم الله في القرآن، ولكن هناك الذين لا نعرفهم الذين لم يذكرهم الله جل وعلا في كتابه، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولكن الآية الأخرى في سبأ وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، يعني كيف تفهم، على أي، كيف نحمل فهمها؟ أي أن الآية في سبأ يعني هناك أقوام ما أرسل إليهم اللي تكلمنا عنهم بأهل الفطرة، إن كنا هناك أقوام لم يرسل إليهم بين النبي والنبي سموا أهل الفطرة هؤلاء. نعم، فضيلة الشيخ حسين حلاوة، جزاك الله كل خير، بارك الله فيك، نشكرك ونشكر كل من تابع هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله غدا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. برنامج لكل زمان ومكان يأتيكم برعاية إنتربال، الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية.